الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج شعلة نجاح. زي ما حضراتكم عارفين، برنامجنا برنامج حواري اجتماعي بيستضيف كل الناس اللي ناجحة والناس اللي شايفة نفسها ناجحة في مجالاتها، أيا كان راجل أو سيدة. برنامجنا في طبعا مستعد لاستقبال كل الناس المرشحين لمجلس الشيوخ ومجلس النواب. يعني لو حضرتك حابب تعرض نفسك أو تعرض برنامجك الانتخابي على أهل دايرتك، ممكن تشرفنا هنا وتتواصل على الأرقام المبينة على الشاشة علشان تقول للناس وتوصل أهل دايرتك رسالتك وموقفك بالنسبة للبرلمان القادم أو لمجلس الشيوخ القادم. برنامجنا النهاردة بيستضيف أحد الشباب الناجحين في مجاله على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي. ضيفنا النهاردة بيقدم نفسه وبيعرض نفسه لأهل دايرته، أهل الدائرة الأولى محافظة كفر الشيخ. بيقول لهم أنا إن شاء الله هخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وإن شاء الله أنا داخل لخدمة حضراتكم. ضيفنا النهاردة الأستاذ عبد الرحمن سمير. اهلا بيك يا استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا، الله يخليك يا استاذ حماده. الله يحفظك، شرفتنا ونورتنا. الله يكرمك، وانت شرف لكفر الشيخ كلها. الله يخليك يا استاذ حماده. الاول انا عاوز اسيبك تعرف الساده المشاهدين مين عبد الرحمن سمير، مؤهلاتك، سنك. تحت امرك. انا اسمي عبد الرحمن سمير، شهرتي محمد سمير، من قريه محل الدياي، مركز دسوق، محافظه كفر الشيخ، سني 27 سنه. مؤهلاتي، انا كنت في المعهد الفني التجاري، وجات لي فرصه سفر، ده اخر مؤهلاتي يعني، جات لي فرصه سفر وانا فيه وما زلت مقيد فيه. اتجهت لما جات لي فرصه السفر الى الامارات، عشت فيها اكثر من 4 سنين ونص، اشتغلت فيها في البورصه، اشتغلت فيها في البورصه وفي البورصه العالميه والاسهم والاوراق الماليه، اشتغلت في العقارات، كنت سيلز في شركه عزيزي، اشتغلت في شركه سياحيه، وحبيت المجال بتاعي في السياحه، وكنت كان طموحي ان انا اسس شركه، واتجهت بعد يعني ما دورت كتير على ايه الدوله المناسبه او اللي هتسهل لي التراخيص وتسهل لي الحياه هناك. اتجهت لمدينه تبلسي عاصمه جورجيا واسست فيها الشركه، شركه اياد ترافل. بعدها جت ازمه كورونا، ولله الحمد والشكر، اللهم لك الحمد على كل شيء. نزلت مصر في شهر 2. انت شرفتنا الاول ونورتنا. الله يخليك. اسمح لي الاول بس احييك بامانه انك انت جيت هنا وقعدت في البرنامج ده وبكل جراءه، ويعني تحيه لسنك 27 سنه وانك ناوي تخوض الانتخابات البرلمانيه القادمه، فده شيء انا بحييك عليه جدا جدا. كمان شجعتك انك تيجي في المكان ده وتقعد في الاستوديو ده وتواجه الكاميرات دي وتواجه جمهورك، فده موضوع كبير جدا جدا انا بحييك عليه، عشان في ناس كتير قوي قوي اكبر منك سنا، تمام، بيخافوا يجوا هنا، بيخاف عشان حاجه واحده، بيخاف يواجه الكاميرات دي، او بيخاف انه يغلط في كلمه الناس تمسك عليه. بصراحه انا بحييك على الموضوع ده. الله يخليك استاذ عبد الرحمن. انا عندي بس ان كنت عشان انت بس ناوي تترشح للمجلس النواب القادم لما تفتح الترشيحات، في عندي يعني شوية ملفات موجودة في البلد دي محتاجة للعلاج، تمام، أو محتاجة إن أنا أخد رأيك أعرف إيه اللي في حقيبة عبد الرحمن سمير بالنسبة للملفات دي، تمام. أول حاجة عاوز أعرف يعني أهم حاجة للنائب القادم في البرلمان، يعني أمن الوطن وسلامة أراضي، دي أهم حاجة. أكيد النائب القادم أهم حاجة يكون مكلف بأمن الوطن وسلامة أراضيه. طبعا حضرتك عارف النهاردة احنا عندنا مشكلة سد النهضة، تمام، القائمة ومساس بمياه النيل وحصة مصر. حضرتك شايف الصراع القائم في ليبيا، تمام، حضرتك الصراع في المياه الدولية، تمام، أيضا السودان والانشقاق في السودان. تقدر تقول لي في ملفاتك انت او في حقيبتك؟ شوف يا استاذ حماده، هو بالنسبه لملف الامن القومي فهو من الملفات المهمه التي يعني لابد ان نتحدث عنها بتكرير، بمعنى ان الدوله المصريه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقاده السياسيين سواء والقاده وقاده الدوله سواء عسكريين او مدنيين من الشرطه او من الجيش،
في عهدهم الدولة أصبحت من أقوى دول العالم والأولى في الشرق الأوسط، وده واقع ملموس. بمعنى أفضل يا أستاذ حمادة، إن إحنا لو جينا رجعنا بالزمن مثلا لسنتين ورا، هتلاقي سيادتك الدولة كانت بتتسلح وبتتأهل القيادة بتسلح الدولة وبتأهلها عسكريا وتسليح فولاذي. التسليح الفولاذي ده احنا كلنا كنا بنسأل ساعتها هو ايه اللي بيحصل؟ هو احنا داخلين على حرب؟ مفيش أي حاجة، ليه الدولة بتسلح نفسها؟ لكن اليوم يعني من النظرة، لكن اليوم بناء على التسليح ده بما يدور حولنا يوضح لنا إن القيادة على نظرة ثاقبة وتسليحها لينا كانت على دراية كاملة وإدراك كامل للموقف، ولا تخطو خطوة إلا وهي مدركة تماما إيه اللي هي بتقوم بيه. فإحنا لازم كلنا نكف عن التدخل في أمور القيادة أعلم بها مننا ثم ربنا سبحانه وتعالى. فإحنا عايزين نلتزم الدعم الكامل للدولة وقيادات الدولة للخلاص من المشاكل ومخططات الأعداء. تمام. هو إحنا بس أستاذ عبد الرحمن، هو يعني إحنا طول عمرنا مصر قوية أكيد وصاحبة سيادة وريادة، يعني يمكن جيشنا مصنف مش متذكر الخامس على العالم أو الرابع أو الثالث حاجة زي كده. لا يا فندم، تقريبا الـ 12 يعني الـ 12 على العالم أو الـ 11. احنا طلعنا شوية. تمام. لا دي في الدفاع البحري تقريبا. تمام. فإحنا النهاردة يعني مش هنسمح لأي مخلوق أيا كان من كان أكيد إن يمس نقطة مية. لا يا فندم، احنا عندنا ملايين من الشباب قادرة إن هي تقف في جيشها في أي موقف يكون عادي للدولة. تمام. بالنسبة للصراع في ليبيا، يعني رؤيتك ايه بالنسبة للصراع؟ انا رؤيتي ان الشعب الليبي والشعب المصري الشعب واحد، واي تدخل في ليبيا هو تدخل في الامن القومي المصري، فلا بد من التصدي لاي عادي او غازي او طامع في الدولة. زي الفل استاذ عبد الرحمن. هو انا معايا يعني انا بأيدك في نظرتك وفي رؤيتك. الله يخليك. وعندي ملف تاني، وده ملف شائك جدا جدا بيخصك وبيخص الكثير من الشباب الموجودين. نعم. البطالة والشباب. طبعا حضرتك عارف ان مفيش دولة في العالم خالية من البطالة. تمام. تمام. لكن انت ايه في حقيبة عبد الرحمن سمير؟ تمام. بالنسبة للملف ده. العمل المشترك يا فندم هو العمل الوحيد اللي بيقوم عليه النجاح بنسبة 99%. يعني بدون العمل المشترك مع الدولة، ما احنا مش عايزين معلش يعني نضغط الدولة في كل حاجة، احنا مش عددنا مش قليل عشان الدولة توفر لنا كلنا عمل، فلابد من العمل المشترك. وفي افكار كتيرة جديدة انا كنت دايما لما اطرحها حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كنت دايما بيتقال لي برافو وهايل وجميل. زي ايه مثلا؟ يعني يديني مثال مثلا، ايه الافكار اللي ممكن مثلا من خلال انت شايفها كرؤية انها تدعم الشباب؟ يعني مثلا هيبقى في بناء مصانع مثلا؟ ده اكيد. بص يا فندم، احنا عندنا اراضي واقفه كتير، معلش احنا ممكن اراضي واقفه كتير. تمام. احنا ممكن نستغلها. تمام. وننتج للسيد الوزير لو وقف مثلا او السيد الوزراء المسؤولين عنها وننشا على مصانع بالعمل المشترك. تمام. وممكن نوفر للشباب مثلا يعني كروت حسنه تكون بمبلغ مقدر، يعني في الفايدة تقصد حضرتك؟ بدون فايدة بتحديد وقت معين في الفايدة. لان صعب جدا يا اما ان احنا نلجأ للمستثمرين. تمام. عندنا رجال اعمال كتير اقوياء في مصر ويقدروا ان هم يدعمونا بالحاجة ديت، فاحنا ممكن نقعد معهم ونطرح عليهم فكرة الأقاليم، ننشئ مصانع وننشئ يعني مشروعات للشباب. تمام. والله هو مستعمل. أنا عايز بس أقول لحضرتك إن إحنا الشباب بالنسبة لنا بصراحة يعني أنا بشوف إن هو الدول الخارجية بتستفاد بيه أكتر من مصر، فيما معناه ان الشباب كله بيسافر بره. صحيح. بيشتغل بره. صحيح. بينتج بره، بيضيع احلى سنين عمره بره. صحيح. احنا ليه ما نستغلش القوه ديت هنا للانتاج في مصر والتصدير، وان احنا من خلال الشباب ده نعلى بالبلد ديت. ما فيش تأهيل برضه من السيد الرئيس، تأهيل الشباب ده دور مبادره منه جميله بصراحه يعني وتحسب له، لكن لابد من توفير برضه يعني ايه توفير اقتراحات، لابد من حلول. وانا شايف سياده الرئيس الفتره اللي فاتت دي كلها
كله مركز على الشباب، لان هي فعلا نظرته نظره مظبوطه، نظره يعني في محلها، ان الشباب ده هو يعني عصب الدوله، العصب الوطن صحيح. والعمود الاساسي او صحيح. الركيزه الاساسيه في بناء الوطن ده. فيعني انا شايف ان ده يعني اقتراح جميل من حضرتك. هننتقل، انا ممكن اقطعك لحظه واحده؟ اتفضل حضرتك. انا اسف جدا. بص يا معالي الباشا، احنا نخلينا من امن الوطن القومي، لانه شيء في قياده على درايه كامله بما تخطو. وانا معايا سيادتك يعني برنامج الانتخابي مبني على اسس، بمعنى ان بالنسبه للتعليم انا قعدت مع معلمين، وبالنسبه للاطباء قعدت مع دكاتره، وبالنسبه للفلاح نفس النظام. فانا يعني بستاذن سيادتك ان احط الورق ده قدامي، لان ده صادر من المصدر نفسه. فانا برنامج الانتخابي هيقوم على الحاجه دي بامر الله. حقك انت، من حقك تتكلم معايا بالطريقه اللي انت عاوزها. انا انت ضيف هنا، انا حبيتك بصراحه استاذ احمد، وانت راجل انت ضيف هنا عشان انا اوصل صوتك تمام لاهل دايرتك، ويعرفوا مين الراجل ده اللي هو في المستقبل ان شاء الله هيكون هو القائد الله بالنسبه يخليك. لهم الله، واللي هو هيجيب حقوقهم. مش مهم مين القائد يا استاذ احمد، يعني مش مهم مين اللي بيسوق، اللي لو ما كانش اللي كل اللي حوالين اللي بيسوق ده بالتوجيه، لابد من العمل المشترك. يعني لازم في توجيه، يعني ممكن انا اكون رايح مشوار والسواق مش عارف الطريق فين. لو الناس اللي حواليه عارفين الطريق فين، فبالعمل المشترك هنوصل. هو التكاتف، التكاتف تمام. احنا لازم كلنا نتكاتف تمام. انا بس معايا يعني في ملف تاني بعد ملف البطاله والشباب، ملف شائك جدا، وده بيخصني وبيخصك وبيخص 90% من الشعب المصري. أيوة. ألا وهو الزراعة والفلاح. الزراعة أو الفلاح دوت هو العمود الفقري للوطن. صحيح. هو بيقوم عليه الزراعة، بيقوم عليه التصدير، بيقوم عليه الإنتاج، بيقوم عليه كل حاجة. الفلاح ده بعيد عن أنه بيقوم عليه أي شيء، هو أبويا وعمي وأهلي ودايرتي أصلا. يعني احنا اساسا الناس فلاحين، يعني البدله اللي لابسها ديت، يعني انا كنت بتمنى ان اجي بالعبايه، لكن انا بلتزم بالزي الرسمي، لكن العبايه دي حاجه تشرفني، لان ابويا كان لابسها وابوهم كان لابسها تمام. الفلاح يا استاذ احمد بيعاني، خلينا نكون صراحه مع الدوله. ايه اللي في ملفك؟ ايه اللي في حقيبتك بالنسبه للفلاح؟ من هقول لسيادتك، احنا لازم ندعم الفلاح. نظرتي ليه ما هو الا سامحني يعني في التعبير، ممكن يخني، آلة بتحصد وبتشتغل وبتجد وفي الاخر ما بيلاقيش. بمعنى ان الفلاح يعاني من عده مشاكل تؤثر على الانتاج الزراعي المصري. يأتي على رأسه ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من الأسمدة والبذور والوقود وغيرها، وفي الوقت نفسه لم يتم ارتفاع أسعار المحصول نفسه بنفس النسبة تمام. يعني عندي سيادتك يؤدي إلى ارتفاع التكلفة وانخفاض الأرباح. سيادتك عندك ارتفاع أسعار الأسمدة تضاعفت في العشر سنين الأخرى بنسبة 300%. الأسمدة طبعا. هو فعلا الفلاح بيعاني من ارتفاع الأسمدة. الفلاح ده يا فندم هو عصب الحياة في للدولة. في حاجة أنا عايز أتكلم فيها أستاذ عبد الرحمن، تحت أمرك، وأنا حابب أتكلم فيها بصفة شخصية. أكيد اتفضل. المبيدات الزراعية. المبيدات الزراعية دي مشكلة بتؤرق العالم بالذات مصر. صحيح. المبيدات الزراعية، يعني احنا مثلا لو جينا نتكلم في الصيدلة تمام، كل صيدلية بتتعمل بترخص تمام، بيبقى عليها مرور، بيتعرف فيها ايه وما فيهاش ايه. المبيدات الزراعية دي ملهاش اي كل حد فاتح اي حد فاتح مبيدات زراعية، هرمونات ما هرمونات، والحاجات دي بتبيد في صحة الشعب المصري، وما فيش عليها رقابة. صحيح. انا نفسي بجد وبناشد كل المسؤولين، المبيدات الزراعية يا جماعة، المبيدات الزراعية، الهرمونات يا جماعة، الهرمونات اتدمرنا والشعب اتدمر. رجاء ده دور الرقابة يا فندم. رجاء تمام. طب بالنسبة يعني انا احب الاول اشكر سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي في المبادرة اللي هو عملها بالمليون ونص فدان، فده كانت مبادرة جميلة منه، وعلى النظرة ثاقبة برضه لما يدور. انت انظر للفلاح النهاردة يا استاذ حمادة، هتلاقيه في المدن، وده ان دل يدل ان هو هجر الريف لعدم توافق المعيشة اللي تخليه يقدر يصرف على اولاده ويصرف على بناته ويصرف على الدراسة ويجوز ابنائه. هيجوزهم منين؟ بتلاقي الفلاح بيتجه للمدن بيشتغل فيها وبيسيب ارضه. الارض دي كانت بالنسبه لنا يا استاذ حماده يعني زي شرفنا كده في البدايه، يعني لا في البدايات، لكن النهارده بتلاقي الفلاح يعني ايه اهمل في زراعته، وما بقاش في دماغه اي حاجه، يعني خلينا نتكلم بلغه الشارع، ما بقاش خلاص يعني حاسس ان هو ما كل جهده ضايع.
فاحنا لازم نلتزم يا جماعه ونطالب بتطبيق الماده 29 من الدستور التي تؤكد على الالتزام بتطبيق بتطبيق الزراعه التعاقديه للمحاصيل الاستراتيجيه وتحدد السعر قبل الماده 29 من الدستور التي تؤكد على الالتزام الالتزام بتطبيق الزراعه التعاقديه للمحاصيل الاستراتيجيه وتحدد سعر. طب تعالى نشرحها بالبلدي كده عشان اهلنا الفلاحين. يعني احنا عايزين نحدد سعر المحصول قبل زراعته عشان الفلاح ما يضيعش حقه في الاخر ويبقى خايف هو بيزرع، ونتعاقد على المحصول اللي الجمعيات تاخده مننا. ايوه ما نحطوش زي القطن ونيجي ندور على حد ياخده من الاول. صحيح تمام صحيح. ده مش دي نظره حضرتك اللي انت حابب توضحها؟ هي دي اللي انا كنت ان احنا يبقى في عقود. انا بشكرك. يدونا مبيدات ويدونا بذور ويدونا اسمده وياخدوا يهتموا بالفلاح يعني. صح. طب انا بضم الصوت لصوتك وبطالب بحاجه ثانيه للفلاح الا وهي التامين الصحي. يا جماعه الفلاح ضايع من لولا مبادره التامين الصحي كان الفلاح يعني بياخد من العيش ما يقيه من الموت. يعني مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برضه في التامين الصحي للفلاح، ولكن محتاج رقابه قويه لان التوزيع يكون عادل. انا معاك. عندي ملف تاني يا استاذ عبد الرحمن. اتفضل سيادتك. ملف الصحه. حلو. الصحه من ملف الصحه ده ملف شائك. تمام. ملف مليء بص بالمشاكل. ويعني اسمح لي الاول من هنا، انا يعني جاي لي شكوى صغيره للبرنامج قبل ما افتح معاك الملف بعد اذن حضرتك. تمام. من اهالي، دي طبعا تبع محافظه كفر الشيخ، من اهالي مركز ومدينة بيلا. أهالي مركز ومدينة بيلا. مستشفى بيلا المركزي بقالها 5 سنين تحت الإنشاء وما زالت النهاردة لم تنتهي. أنا بناشد السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من مستشفى بيلا المركزي. المستشفى ديت بتخدم يعني كم كبير جداً، بتخدم مش عاوز اقول كم مليون نسمه. المستشفى ديت كمان الشكوى بتنص ان مفيش اطباء في استقبال مستشفى بيلا المركزي اللي هي مضمومه حاليا مع مستشفى الحميات. احنا عندنا مشكله جدا في موضوع الاطباء. يعني قبل ما نفتح الموضوع ده يا استاذ احمد، انا بتوجه بشكري للاطباء للكادر الطبي كله سواء تمريض او دكاتره لما قاموا به يعني في ازمه كورونا. استاذ احمد الناس ديت بصراحه وقفوا معانا وقفه التزام، وقفه مسؤول، واحنا بنشكركم جدا الاول في بدايه كلامنا لكل الكوادر الطبيه، لان الناس ديت قامت بدورها على اكمل وجه. يعني كانت في دول عظمى وقوى عظمى يعني بتتساقط، واحنا ولله الحمد وده فضل من ربنا قبل اي شيء. يعني قدرنا ان احنا نحافظ يعني على المستوى اللي ما يسقطناش ما يوقعناش يعني. طبعا. فانا بشكرهم جميعا في الاول، وانا كمان بضم صوتي لصوتك وبشكر كل الاطباء وكل التمريض. بس انا ما زلت بتكلم في قصه ان في مستشفيات كبيره قوي وكتيره خاويه على عروشها من الاطباء ومن التمريض. حتى لو جينا نتكلم حضرتك على الوحدات الريفيه، الوحدات الريفيه دي بعد الساعه 2 ما تلاقيش فيها حتى ممرضه. والله يا استاذ احمد كنت لسه هتكلم في النقطه دي. فضل. انا بقول لسيادتك ان انا ابن اختي، انا تمام، ده مثال بسيط، ابن اختي انا اتعور في رجليه فجريت بيه على الوحده الصحيه بتاعتنا. تمام. انا لقيت لا دكتور بعد الساعه 2 فعلا، لا دكتور ولا اي شيء غير ممرضه واحده. احنا المفروض يكون عندنا دكتور. احنا عدد سكاننا ما يقارب من 55,000 نسمه، وبالكرة اللي حواليها يعدي 70-80,000 نسمه اللي هو الكريتين اللي حوالينا دول. تمام. فسيادتك انا دخلت وما لقيتش هناك اللزق اللي اتلزق على الجرح، فيعني تطشير فقط لا غير. فده ان سقط واحد مننا مريضا ماذا سنفعل يعني في الوقت ده؟ قبل ما ناخده بسياره احنا لازم بتوفير على الاقل غرفه مركزه، يعني غرفه عنايه مركزه واحده في القريه، يعني غرفه واحده ده في وسط 60-70,000 واحد. يعني انا بناشد من هنا سيد وزيره الصحه، وانا والله يعني انا شايفها الفتره اللي فاتت ديت اتحطت يعني في خانه اليك وحدها، بمعنى المجلس النواب جابها بدون اي اقتراحات. يعني كلنا يا فندم لما بتكون مشكله ما بنعملش على العمل المشترك واقتراحات حلول، انما بنحط اي وزير او اي او اي او اي مسؤول في خانه اليك وحده ونضغط عليه. دول زينا بني ادمين واكيد عندهم مشاكل زينا، ونتمنى من الله ان احنا نقدم حلول للساده المسؤولين قبل ما ان احنا نضغط عليهم. فالسيده دي سيده فاضله، وبصراحه يعني
أنا أحب أشكرها جدا على الدور اللي قامت بيه، بس يا ست الوزيرة أنا آسف، إحنا عندنا كرة يعني المساعدات الطبية اللي ذهبت للدول الأكثر مننا يعني اقتصاديا، كان الدعم ده كان إحنا أولى بيه، بس هو مبادرة طيبة مننا، مبادرة طيبة كإنسانية. إحنا متعودين على طول نساعد، كإنسانية أكيد طبعا، إحنا متعودين على طول نساعد أكيد طبعا، تمام. بس إحنا عايزين ننهض، نخلي بلدنا هي اللي منارة الصحة والتعليم. التليفونات اتفتحت علينا، اتفضل ومعانا ضيوف عاوزين يكلموا حضرتك. استاذ عمرو معانا على التليفون. استاذ عمرو اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك استاذ سعاده. ازيك يا استاذ حماده؟ ربنا يسعدك. وانا حابب اشكر حضرتك على استضافتك دايما للنماذج الشبابيه المحترمه جميله، ودعمك للشباب الدائم. حبيبي ربنا يسعدك، وانا سعيد بمداخلتك معانا. مرشحنا مرشح الشباب استاذ عبد الرحمن، حضرتك تحب تقول له ايه؟ اولا انا حابب احيي الاستاذ عبد الرحمن على الخطوه الجريئه ديت. الله يخليك. ان هو حد في سنه في المرحله العمريه ديت وياخد الخطوه دي حاجه كويسه جدا. جميل. لك انت ليك نظره مثلا حابب تقدمها له، دعم من عندك، حابب تقول له رؤيه معينه؟ والله حضرتك هو يعني يشتغل على نفسه الفتره الجايه، وان شاء الله يقدر يدخل المنافسه، ولان طبعا في ظل الدوائر الواسعه ديت المنافسة صعبة مش سهلة يعني، وكون ان هو شاب في مقتبل العمر عشان يوصل للناس كلها دي حاجة صعبة عليه، بس ان شاء الله يقدر يعني. والشباب النهاردة اصبح مش محتاج حد يملى عليه اراء او افكار او الكلام ده كله. احنا وصلناه يا استاذ عمرو من خلال الميديا، دخلناه كل البيوت دلوقتي، يعني اعتقد يعني معظم اهل الدايرة شايفين الاستاذ عبد الرحمن دلوقتي وسامعين رؤيته. على وسائل التواصل الاجتماعي دايما يعني. تمام. يعني احنا سعداء بيك، وبنتمنى دعمكم جميعا للشباب، وخاصة يعني بجد بجد هم من حقهم ياخدوا فرصتهم. استاذ عمرو شرفتني وسعيد جدا بمداخلتك، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا استاذ عمرو. شكرا يا استاذ عمرو. كمل، ما زلنا في الصحه. انا كنت عايز اعقب على نقطه الاستاذ عمرو قالها، لان ديت من النقط المهمه. انا الدوائر دلوقتي وسعت عليا، انا كراجل معلش انا راجل بسيط تمام في مقتبل عمري، مش هقدر ان انا اصرف مصاريف دعايه توصلني باربع مراكز ولا ثلاث مراكز ولا اربع مراكز، ميتوبيس وفوت سوق وقالين، فالشيء ده يعني يخليني ان المراكز اللي انت حضرتك تبعها ايه؟ قالين دي سوق ميتوبيس مش عارف بقى فهو دخلت معانا ولا لا. فهو هي بصراحه هي التوزيع ده دي توزيع كبير، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اقرب طريق عشان خاطر بص يعني اوضح لحضرتك ان مفيش مؤتمرات، مفيش تجمعات في ظل ظروف كورونا، ان هو اقرب طريق هنا احنا. صحيح. احنا خلال الميديا والتلفزيون احنا اللي هنوصلكم وهندخلكم كل البيوت وهنوصل رؤيتكم، مش انت مش مطالب انك انت تمشي على رجليك او تعمل مؤتمرات او تدخل في حاجات زي كده. انا متشكر لدعمك ده يا استاذ حماده. انت مطالب انك تيجي هنا واحنا هنوصلك لكرسي البرلمان. الحمد لله. ان شاء الله. نكمل في الصحه عشان احنا ما زلنا في ملف الصحه، مش عايزين نطلع منه ولا نخلص الموضوع. تمام. أنا زي ما ذكرت لسيادتك النقص اللي عندنا في الوحدات الصحية في الكرة، تمام؟ وفي بقى في عندك أنت المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة والمستشفيات المركزية برضه، كل اللي فيها نقص في الغرف، في غرف العناية المركزة، تمام؟ وما ينفعش يبقى قرية زي يعني بلاش قرية، الدايرة زي دايرتي واسعة ما فيهاش حبايبك ياما، ما فيهاش منفذ. استأذنك حبايبك ياما والتليفونات اتفتحت علينا ومش عارفين نحوش حبيبك. مين؟ استاذ اسامه. حضرتك استاذ حماد. مساء السعاده عليك. مساء النور يا فندم. انت منورني. بنورك. ده شرف لينا ان احنا نعمل مداخله مع حضرتك. اولا حابب ان انا اشكر سعادتك على ضيافتك الكريمه للاستاذ عبد الرحمن سمير المرشح المحتمل لعضو مجلس النواب القادم ان شاء الله. حبيبي دايما اهلي واخواتي اهل كفر الشيخ، اللي انا ببقى فخور وسعيد بيهم لما بيكونوا معايا والله بجد يعني. ده شرف لينا، شرف لينا استاذ حماده والله. حبيب قلبي، انت تحب تقول ايه للاستاذ عبد الرحمن، او لك رؤيه معينه او توجيهات معينه حابب تضيفها له؟ هو يعني حابب ان حضرتك تعطيني ساعه من الوقت الاول ساعة يعني حلها؟ نشرح ساعه من الوقت بس يعني ايه ساعة نشرح فيها نظريتنا مثلا او مقترحاتنا. ساعة. انا بحسب تقول ساعه فقلت كده عايزين حلقه ثانيه. لا لا، ساعه من وقت ساعتك بس من وقت البرنامج. اتفضل بس باختصار عشان معانا حبايبنا كتير عايزين يكلموا عبد الرحمن. ان شاء الله. هو بدايه حضرتك، الدوله المصريه بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، عملت الدوله على تمكين الشباب.
وإما عن طريق المؤتمرات الشبابية التي عقدت، أو عن طريق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، تمام، أو عن طريق تعيين نواب للمحافظين والوزراء من الشباب. تمام. سعادتك أنا ذكرت ده كله ليه؟ لأن نفسي أهل دايرتنا الكرام يتبعوا نهج الدولة في إعطاء الفرصة للشباب. تمام. إنهم يحفزوهم ويعلوا روح الطموح لديهم ويعطوهم الفرصة لإثبات أنفسهم، مش بس نكسرهم ونقول لهم لا أنتوا ما تقدروش وأنتوا الموضوع صعب ومستحيل. هو فعلا انا مع سعادتك ومع الاستاذ عمرو زي ما قال، هو الموضوع فعلا صعب ولكن مش مستحيل. انا مش شايف ان هو صعب، انتوا شايفين ان هو صعب، والله انا شايف ان هو صعب خالص. هو سعادتك يعني انا حابب انوه للنقطه برضو اللي الاستاذ عمرو اتكلم فيها، ان فعلا الدايره فعلا كبيره على الشباب، يعني صعب جدا تلاقي شاب معروف وليه يعني ثقل سياسي واجتماعي يعني أستاذ في الثلاث مراكز. استاذ اسامه، استاذ اسامه، برنامجك الانتخابي هو اللي هيقنع اهل الدايره ان هو يقول لك انا بشاور على الراجل ده. برنامجك أكيد الانتخابي طبعا. مواقفك أكيد. تمام. انت هنا الاستاذ عبد الرحمن معايا بيتكلم عن الفلاح، لو الفلاح قعد وشايف ان الاستاذ عبد الرحمن بيتكلم عن حقوقه هو ببساطه هينتخبه. هو النهارده بص يا استاذ اسامه، انا بس عاوز يعني اقطعك شويه في مكالمه حضرتك. النهارده الشعب ما عادش شعب جاهل، الشعب النهارده عاد شعب مثقف، حتى الفلاح عاد مثقف وعارف هو عاوز ايه ومين اللي ينفع. وانا شفت معاناه وانا بقولها على الشاشه، وانا واحد من الناس اسيت واسينا على مدار السنين اللي فاتت من مرشحين مجلس النواب، اللي بيخلص من هنا وياخد بعضه يغير ارقام التليفونات ومع السلامه، يقعد في القاهره، يقعد في اسكندريه، ويضرب بالدايره عرض الحائط. ان كنت جدع بقى تعالى وصل له، تمام. لكن شاب زي كده احنا نقدر نجيبه لو هو فين نجيبه. جمال الباشا مش جاي ابني وبني 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 الناس. هو اتفضل يا استاذ اسامه كمل يا فندم. استاذ اسامه التليفون قطع. هنكمل كلامنا معاك بعدين. نسيتك يا استاذ احمد، انت قلت شيء يعني ايه ما قدرتش انقطع سيادتك لحد ما تخلص. بالنسبه للفلاح لو سمع كلامه، او الطبيب لو سمع كلامه، او المعلم وخد منه اللي ينفعه، لا يا فندم. انا برنامج الانتخابي بالذات فكره مختلف تماما، مبني على اسس ان كل يوم جديد، بمعنى ان لو ربنا سبحانه وتعالى يعني كتب لي في دور في الحاجه ديت انا هكون مجتمع بيهم قبل ما اخطو خطوه بقدمي داخل البرلمان واكون ليهم. انا مش جاي ابني وبيني وبينهم صور، ولا هم هيقولوا في، ولا ان هرجع لهم بعد 4 سنين قبلها بثلاث شهور كده هجيب لهم موافقتين واقول لهم خدوا يا جماعه يلا انا اهو جيت لكم وبخدمكم. لا يا فندم، انا عايز كل مره يطلع فيها البرلمان يكون واقف مع كل فئات الدايره، ويكون عارف مشاكلها ويطلع يتكلم عليها وبناء عليها يخش يأدي دوره، لكن ما يقدش دوره بدماغه او يروح يلمني في المجلس. انا اسف يعني، ومع احترامي لكل الاعضاء. تمام. انا عاوز يعني اتناول ملف شائك تاني، الطاقه والكهرباء، قبل ما امدي لحضرتك الفرصه. الدوله بصراحه قايمه عليه الفتره اللي هعلن حاجه صغيره بس. شكوى جايه للبرنامج، احد السيدات، طبعا احنا عارفين فتره كورونا اللي فاتت ان ما كانش فيه تحصيل، ما كانش فيه محصلين كهرباء وكذا، وبذلك تراكمت الفواتير. فلما نزل المحصلين نزلوا يعني مثلا بمبالغ كبيره. فواحده من السيدات استاذه تقدمت وراحت لبيلا، وما زلت بتكلم عن بيلا وما ادراك ما بيلا. راحت للسيد المحترم في ايرادات بيلا وقالت له المبلغ ده كبير عليا، وبعد اذن حضرتك انا عاوز اقسط المبلغ. فالموظف المحترم تقاعس وكلمها باسلوب مش كويس، وفي نفس الوقت اتكلم بطريقه يعني بسخريه، واقسم يمين انما انا ما مقسط لك مبلغ. انت مين يا فندم؟ انت حضرتك مين؟ انت قاعد هنا خدمي، انت حضرتك جاي هنا تخدم الناس. صحيح. ما انتش جاي تتعالى وتتنطط على الناس. صحيح. تمام؟ لو حضرتك مش عاجبك مع السلامه. في مليون واحد غيرك يتمنى الوظيفه. صحيح. اتعلموا شويه الثقافه، ازاي تتعاملوا مع الناس. انا بس بقول للاستاذه اللي قدمت شكوى للبرنامج، البرنامج ما بيتواناش لحظه عن شكوى حد. شكوتك انا كلمت السيد المهندس احمد اسماعيل رئيس مجلس ومدينه بيل، وكلمت الوزاره، شكوتك وصلت الوزاره، وان شاء الله هتوصل وكيل وزاره الكهرباء في كفر الشيخ، واحنا مش هنسيب المسؤول ده الا ما ياخد جزاؤه، يا يتعلم ازاي يتعامل مع المواطن يا مع الف سلامه بره. انت الناس دي مش شغال، انت شغال عندهم. يا ريت نرقى بمستوانا شويه ونتعامل مع الناس.
المعامله اللي تليق بيها تليق بالادميه. اتغيرنا، عايزين نتغير. استاذ عبد الرحمن، النهارده يعني بنتكلم في ارتفاع فواتير الكهرباء. اه يا فندم، نقطه رؤيتك ايه في الموضوع؟ احنا ممكن اللي هو اتحصر بالنسبه للفواتير القديمه، وبصراحه انا شايف انهم بيجدولوها، يعني ده شيء انا جدولوها؟ اه بيجدولوها. طب فين يا فندم؟ انا بقول لحضرتك شكوى جايه اهي، السيده راحت الاستاذه راحت للموظف تتعامل معاها بالطريقه دي. ده شيء من الركاب، بعد اذن سيادتك انا ممكن اعلق عليه لو انت سمحت لي. اتفضل. تمام. بص سيادتك، اذا كان الموظف اللي قام بالعمل ده احنا ممكن يعني ايه ناخد له لو عذر واحد. هو ملوش عذر يا فندم. انا مش ببرر له، انا مش ببرر له ولا حاجه، لكن سيادتك احنا طالما يعني ايه ممكن يكون عليه ضغط كبير، فاحنا ممكن نعمل كمان شباك الموظف تاني، ودي يتحول محكمة إدارية. في محكمة إدارية دي يتحول إليها، يعني في شكاوي وفي صندوق شكاوي ممكن برضو إن هي تشتكي، بس هي الحمد لله إن هي قدرت توصل لسيادتك وإنك توصل صوتها، فده ده محمودا منك. رفعنا يعني شكوتها يا فندم للوزير، ورفعنا شكوتها لرئيس المدينة، وإن ده شيء طيب منك والله يا أستاذ حمادة، الله يخليك. اتفضل أستاذ أحمد محمد. اتفضل يا فندم. يا أستاذ حمادة أهلا وسهلا. أستاذ أحمد إزي حضرتك يا فندم؟ ربنا يسعدك يا حبيبي، اتفضل. بقول لحضرتك يا فندم، احنا يعني نفسنا ندعم الشباب اللي زعلوا الاستاذ عبد الرحمن سمير كده. يعني الاستاذ عبد الرحمن يعني اشكره على الخطوه اللي هو حابب يتقدم لها فيها دي. احنا عندنا اعضاء، يعني اعضاء مجلس النواب الحمد لله يعني ما شفناش حاجه منه، فنفسي شاب كده يتطوع عشان نشوف منه حاجه كويسه. انت متابعني من اول الحلقه يا استاذ احمد؟ اه متابع حضرتك. طيب سمعتيني وانا بقول ان سمعتيني وانا بقول ان النائب بياخد الحصانه ومع السلامه؟ سمعتيني؟ ايوه يا فندم حضرتك، احنا عندنا نواب، احنا عندنا مشاكل كتير في الكره دي ما شفناش منها حاجه. يعني احنا عندنا بالظبط يعني كوبري عرضه 7 متر بقاله سنه، سياده العضو بيقول لنا هعمل لكم الكوبري ده. يعني ما شفناش منهم حاجه، وقبل كده وعدنا باشياء كتير، عندنا اشياء كتير ما شفناش منها حاجه. عندنا حضرتك الوحده الصحيه دي، احنا قريه يعني تبع قريه ايه يا استاذ؟ تبع قريه ايه؟ احنا تبع قريه محل الدين. تمام. عندنا مشاكل كتير في القريه، الحمد لله كل الاشياء اللي فيها عاملينها بالجهود الذاتيه، عندنا مستشفى غسيل تلوث ماشي، عندنا نقطه اسعاف عاملينها بالجهود الذاتيه، عندنا جوامع عاملينها برضه بالجهود الذاتيه، عندنا اشياء كتيره في الحمل، ما شفناش حاجه من الاعضاء خالص. والله بس انا اقدر اقول لحضرتك يا استاذ احمد، دعمكم للشباب، والشباب اعتقد عنده طاقه، عنده باور، عنده يعني حلم للمستقبل ان هو يعمل حاجه، وان شاء الله بايديكم وبسواعدكم يكون يعني في موقع خدمي بالنسبه لكم. شكرا يا استاذ احمد. استاذ عبد الرحمن، نكمل بس ملف الطاقه والكهرباء. طبعا احنا شايف الحمد لله احنا في طفره ان الكهرباء دلوقتي عادت مستقره وعادت كويسه، لكن هو بس كلها ارتفاع الاسعار الكهرباء. ارتفاع الفواتير، ارتفاع الفواتير دي لازم ان احنا نجدولها شويه للناس ونخففها شويه، لان ارتفاع الفواتير الفتره الاخيره ديت كان بيضيق على الناس عيشتهم، ولازم كل مؤسسه ليها بيخرج منها فواتير لاي شيء لابد يعني ايه من لمحه نظر من وجهه نظرهم يعني يبصوا على ان فيها في ميه وفي اكل وفي شرب وفي مدارس، يعني مش لازم يعني كل واحد فينا يزود من عنده على المواطن، المواطن بسيط وغلبان وبيحب الدوله وعايش في سلام ونفسه انه يربي عياله كويس، ياكلهم كويس، يلبسهم كويس، المواطن مش محتاج حاجه يعني خارقه يعني من كوكب تاني، يعني محتاج حاجات والله بسيطه. المواطن عليه كهل، دي حقيقة، عليه عبء جامد، المواطن ما عارف يلاقيها منين ولا منين، اقسم بالله المواطن مطحون، والله مطحون، بيقوم من هنا يكف هنا عشان يقدر يواكب المعيشة. احنا بس يعني يا ريت والله بكل يعني هو بلاش كلمة ريت يا صاحبي، قلوب رحمة، لان ده دور رقابي، دور رقابي، ولابد من الوقفة ليه، يخفضوا شوية الكهرباء للناس. يعني احنا لجأنا لللمبات الليد عشان نخفض الكهرباء، صحيح، يعني هنفضل نعمل ايه اكتر من كده؟ هو اي مشكله لو ما تدخلش فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بتتحلش، يعني الراجل الله يكون في عونه في المشاكل الخارجيه دي بجد. احنا عايزين الوزراء، احنا جايين نشارككم، احنا مش جايين عادي نعاديكم ولا حاجه، احنا جايين نشارك ونقدم حلول ونشترك كلنا عشان نعدي، نخلي البلد دي تعدي من الازمه اللي هي فيها دي. احنا ناقصنا حاجات كتير قوي، وبدون المشاركه ما فيش نجاح. تمام. يعني عندنا ملف تاني. تمام. شائك. التعليم. ملف التعليم. التعليم يا فندم. تمام. ملف التعليم دوت. أنا شايف أن السيد الوزير
خدنا لمسار تاني خالص الا وهو مسار الانترنت. صحيح. وبقى امر مفروض علينا هو له رؤيه. صحيح انا معاه الرؤيه دي رؤيه جميله ان احنا من خلال المنصه التعليميه هنوصل اولادنا ازاي يعني يتعاملوا مع المناهج. صحيح. وفي نفس الوقت بنبعد عن الدروس. طيب انا هاخد الاول الاستاذ احمد وجدي على التليفون وهنكمل في نفس ملف. اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاستاذ المحامي اللي موجود في الصحه والجمال. محامي؟ الو. طيب هو اتقطع التليفون يبدو ان هو ضيفنا يعني او الاتصال جه غلط. ملف التعليم دوت يعني السيد الوزير دخلنا على الانترنت. تمام. سياده الرئيس يعني ركز قوي قوي ان شركات الانترنت تزود السرعه. انا هتكلم عن 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 حاجه شخصيه بالنسبه لي. شركه وي المحترمه وي وانا بقولها بذكرها بالاسم اهو في معاناه قمه المعاناه وانا اقسمت لهم ان لازم اتكلم في الموضوع ده على الشاشه. ما فيش في خدمه نهائي. يدي لك تشترك 30 ميجا يدي لك ميجا ميجا ونص. ايه ميجا ميجا ونص دي اعمل عليها ايه؟ ويرجع تاني يقطع عليك النت. تيجي تكلمه معاد لك طقم جميل بصراحه على العلاقات العامه. ان شاء الله يا فندم هنحل لحضرتك خلال 48 ساعه. اقسم لك ال 48 ساعه دول ما بيجوا. انا عندي نت مقطوع بقاله 7 ايام واحنا في معاناه. سياده الوزير لما حضرتك فكرت انك انت تدخل لنا التعليم على النت ليه ما ظبطتش موضوع النت الاول؟ ليه؟ وليه احنا النهارده ما ابتدناش في الموضوع ده من المراحل الصغيره يا استاذ عبد الرحمن؟ ليه ما بداناش مع الطفل؟ التعليم يا استاذ حماده اصبح التعليم في الفتره الاخيره دي في مستوى منخفض مما جعل الدوله تخرج من التصنيف العالمي. والسبب الرئيسي في خروج التعليم في مصر من التصنيف العالمي هو عدم تطوير المناهج الدراسيه بما يتماشى مع الوقت الحالي. وبرغم من ان بدا التطوير في وسائل التعليم تكنولوجيا الا ان لم يتم تاهيل المعلم، فلا بد من توفير بيئه مناسبه ليه لكي يعني يتعامل ويؤدي دوره على اكمل وجه، يتعامل مع الوسائل الحديثه. انا بس في الحته ديت احنا فعلا احنا عندنا المعلم دلوقتي في اجازه. تمام. انت ليه ما بتاخدوش تدربه على المناهج وهو في الاجازه دي؟ صحيح. ليه بيجي احنا على فكره دي من سلبيات التعليم. ليه بتيجي في قلب الفصل الدراسي ونروح نلاقي الفصول فاضيه؟ فين المدرس؟ يقول لك والله ده المدرس في دوره. طب ما تاخدوا دوره في الصيف يا فندم. حضرتك خدوا دوره في الصيف، ما هو قاعد اهوت. خدوا دوره في الصيف. اشمعنى لما يجي الدراسه وسايبين يعني المدارس فاضيه؟ انت عارف يا استاذ عبد الرحمن في مدارس تخش تلاقي مكتظه بالمعلمين ومدارس فاضيه وتيجي تتكلم او اراهنك لو وكيل وزاره او مدير اداره قدر يعمل لمدرس اخلاق قال له يقول له اطلع مننا خش المدرسه الثانيه ولا قدر ينفذ عليه قرار. ايه ده؟ صحيح. احنا في سلبيات رهيبه. صحيح. دي هتتحل امتى ديت؟ هتتحل ان شاء الله بوجود الشباب والمشاركه، لكن يا استاذ حماده انا خلينا نخرج من التعليم لان فيه مشاكل كتير واحنا ان شاء الله هنشارك سياده الوزير فيها والعمل المشترك يا سياده الوزير ان شاء الله هيقوم على تحسين ادوار التعليم في مصر، لكن خلينا نتجه للمعلم لحظه واحده يا استاذ حماده لان دي من المصدر. انا كل برنامج الانتخابي مبني على اسس ايه؟ كل جديد، بمعنى البرنامج الانتخابي بتاعي مش ثابت. سيادتك انا لو عندي اي مشكله، لو مشكله عندي النهارده هتكلم فيها، مشكلة عند بكرة هتكلم فيها، يعني أنا فكري مختلف، يعني مش هاجي أقدم برنامج انتخابي وأقول سلام عليكم. المعلم يا أستاذ حمادة وده من المصدر من المعلم نفسه، الورقة دي من المعلم نفسه. تمام. لابد من اصدار قانون يحمي حقوق المعلم ماديا وادبيا ومهنيا. بالنسبه لمرتبات المعلم كمان معاناه تتم الان استقطاع الراتب اللي هو الاستقطاع اللي هو في المعاشات والتامينات. المعلم الراتب بتاعه بيستقطع على اساس راتب 2020 في حين انه بيستلم مستحقاته الماليه على اساس 2014. فده شيء يعني ايه بصراحه غير لائق بالمعلم. المعلم ده صاحب رساله. احنا عايزين نرفع راتب المعلم ماشي على عينه وراسه بس على شرط. تمام. احنا نرفع الراتب بتاعه بس ما يديش دروس. ما هو يا فندم هو مش هيتجه للدروس لو راتبه كويس. المعلم ده زيه زينا يعني وصاحب رسالة. هو بيطلع يبقى رايح لشغله وشغله الشاغل توفير معيشته للبيت. هو عنده بيت وعنده اولاد برضه بيصرف عليهم. يعني هو المعلم ده يعني معلم بس لا ده انسان طبيعي زينا وليه حقوق لازم ياخدها. وانت عندك انت الاستقطاع ده يعني بيخسره حوالي تقريبا 10,000
جنيه في السنه من 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 الحوافز، وفي حين لو تم بناء المعلم بناء حديث وتوفير ليه يعني عيشه كويسه، يعني يكون مرتاح فكريا، هينتج كل ما عنده وعمره ما هيلجا للدروس الخصوصيه. فاحنا مش عايزين نكبس المعلم ولا نكبس برضه الوزاره، احنا نحط حلول. استاذ عبد الرحمن اتفضل. المعلم النهارده مش مؤهل ان هي على المنهج. صحيح، دي مشكله. صحيح، عشان بس ايه، ما احنا لسه قايلين برضه احنا لازم نوفر لهم بيئه مناسبه. كابتن عادل شبانه معايا التليفون، اتفضل يا كابتن. الو، اتفضل يا كابتن. استاذ حماده، ازي حضرتك؟ والواحد سعيد قوي بحضرتك حبيبي، وانا سعيد جدا بيك، وانا عارف ان انت داخل الانتخابات صح؟ الله يخليك يا باشا، ان شاء الله باذن الله بالمقطع. الاستاذ عبد الرحمن. عبد الرحمن يا فندم. الاستاذ عبد الرحمن من الشخصيات المحترمه جدا. الله يخليك، الله يحفظك. وكلنا برضه بنسنده وهنقف جنبه ان شاء الله. الله يكرمك. وحبايبنا واخواتنا في كفر الشيخ هناك كلهم في ديره وفي الحمول وفي اي مكان هو يحتاجه. كابتن عادل، كابتن عادل حضرتك غربيه، يعني هتسندنا ازاي؟ كفايه دعم من دخلتك. ان شاء الله لينا حبايبنا وقرايبنا وعائلنا كلهم هناك في منطقه ديره وجرايد. احنا عايزينك انت تخش بتقلك ويكون الاستاذ عبد الرحمن، نتمنى يكون يعني عضو مع حضرتك ان شاء الله في البرلمان القادم. يعني ان شاء الله. ونتمنى نشوفك، نتمنى نشوفك هنا على الشاشه هنا عشان تخاطب جمهورك ايضا ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. حبيبي كابتن عادل شرفتني، شكرا جزيلا كابتن عادل شبانه. كمل استاذ عبد الرحمن. بعد اذن سيادتك يا استاذ حماده، انا عايز اوجه شكري الاول وتحياتي لأهل دايرتي عامة والأهل كاريتي خاصة. أهل دايرتي اللي دعموني، الشباب اللي دعموني، ومئات الرسالة اللي بتجيلي يوميا ديت، أنا متشكر جدا ليكم وعلى ثقتكم في الشباب وعلى ثقتكم في الرؤية الجديدة والفكر الجديد. وأحب أقول لكم إن في بعض منكم مش هيشوف صورة ليا أو يافطة أو اللافتة ليا، يعني إيه يافطة تكون قدامكم كده ولا حاجة، لأني أنا إنسان بسيط، مش هقدر إن أنا يعني ألم الدائرة كاملة بدعاية. فانا انت وصلت دعايتك يا فندم، انت كده وصلت. انا عارف يا فندم، بس انا حبيت ان اشكرهم واهل متوبس كمان لانهم حبايبي، ربنا يخليهم لي، واهل تسوق برضه والشباب المحترم من اهل تسوق اللي بعتوا لي. انا كده متبيلة كده وبلطيم ولا المحافظه كلها يا فندم. احنا لما بشاب في البرلمان هيحاول انه يقدم على قد ما يقدر للمحافظه كامله وللدوله. اكيد اكيد ان شاء الله. انا عاوز ادخل لملف تاني. اتفضل. هو البنيه التحتيه. البنيه التحتيه بس عشان خاطر فاضل معانا الوقت البرنامج سرقنا، عايزين ندخل للبنيه التحتيه دي. دي شيء مهم، انا عندي ملفات كتيره بس مش هنقدر يعني نستوفيها في الحلقه. تمام. لكن البنيه التحتيه الدوله بصراحه ايه اللي في حقيبه عليها. ايه اللي في حقيبه عبد الرحمن؟ بص يا فندم، البنيه التحتيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما انا بقول لسيادتك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقوم بدور في البنيه التحتيه على اكمل وجه، ولكن مع احترامي الشديد للاقاليم، الاقاليم يعني ايه، في حاجات كده بننساها. يعني احنا بصراحه البنيه التحتيه بتاعت مصر كامله بتبنى الان، لكن في الاقاليم اللي هي الارياف بتاعتنا والمراكز بتاعتنا ناقصها حاجات كتير قوي، ولابد برضه من العمل المشترك فيها. وانا قلت لسيادتك ان انا كل مشكله هتكون نابعه من المصدر. حاجه صغيره الصراحه. اتفضل يا فندم. احنا عندنا مشكله، انا شايفها انها عدم تخطيط. ما عندناش تخطيط. فيما معناه ان النهارده بنيجي نعمل ميزانية لرصف الطريق، توكلنا رصفنا الطريق، بكرة جايين ندخل كابلات تليفونات كسر ايه الطريق، تمام، نرجع نرمم الطريق، شو بعده جايين ندخل مي كسر الطريق، ايه ده؟ صحيح. دي ملوش حل. مش ممنهج، تخطيط غير ممنهج. طب احنا ليه ما يبقاش الطريق كامل خدمات قبل ما نرصفه؟ صحيح، وده اللي بيقوم عليه السيد الرئيس حاليا، ولكن في المدن الكبيره، لكن عندنا في الاقاليم دي المشكله اللي بتقابلنا كل مره، يعني ايه يجي يعمل شيء قبل شيء ثاني. فديت لابد، انا قلت لك يا استاذ مدى، عمل مشترك. احنا عايزين تخطيط. بدون تاهيل الشباب ما فيش اي عمل هيكون في الاقاليم على اكمل وجه ابدا، لان هم يعني ايه، مش هقول لك ان هم يعني مكسرين، لكن هقول لسيادتك ان هم يعني بيريحوا دماغهم، يعني باللغه العاميه كبيره احد مخهم بيقول لك يعني يلا ما عادي يا فندم. ده في كره في المطره في الشتاء يا فندم. ما بعرفش امشي في القريه بتاعتي انا، قريتي انا ما بعرفش امشي فيها برضه. صحيح. في هو ليه الريف هيفضل مهمل؟ انا عايز اعرف. لا مش هيفضل لو يعني ايه، لو ربنا امر وكان وخرج منه شباب. بص يا استاذ عبد الرحمن اتفضل. عارف الريف مهمل ليه؟ هي نفس القصه اللي احنا بنتكلم فيها، العضو بياخد اصوات الناس ومع السلامه. ما فيش رقابه يا معالي الباشا،
ما فيش رقابه، بنين بيننا وبينهم صور، بيقولنا في الاخر يلا موافقتين ثلاثه كده عشان، ويبتسمونا ابتسامه مستفزه للشاب الفاهم والواعي، واحنا ما بقاش ينضحك علينا. وانا مع احترامي ليكم يعني ان شاء الله بامر واحد احد، نجاح الشباب في الدوره دي مش انا، مش لازم انا، بس نجاح الشباب في الفتره ديت لابد منه، لانه من نجاح الشباب كامل ورسوب الشباب، من رسوب الشباب كامل، مش مهم قلنا من القائد، المهم ان القائد ده يشارك اللي حواليه، لان احنا عندنا قامات في الدائره بتاعتي افضل مني بكتير، لكن القامات ديت لو افضل مني بكتير ودخلت عملت العمل المشترك وشاركت الشباب فيه، انا والله على اتم الاستعداد ان اكون واحد من المنتخبين. تواضع منك انك انت، لا يا معالي الباشا انا بقول لك بجد، بكلمك جد والله، دي تواضع منك. الله الله يخليك، تشكر وتقول في غير احسن مني. اكيد اكيد طبعا، في قامات يا معالي الباشا، وانا احسن واحد ولا حاجه يا استاذ عبد الرحمن. تمام، انا عاوز الاحسن في الميدان على ارض الواقع. صحيح، حضرتك احسن وريني. اتفضل، اثبت لي. اكيد تمام. انا واحد من الناس، انا بتكلم عن نفسي بصفه شخصيه، انا واحد من الناس دعمت ناس كتير قوي، اقسم لك ما كانوا بيردوا على التليفونات، لا انا ولا غير. ايه ده انتوا جايين انتوا بتعملوا ايه؟ احنا امتى هنعرف ان نائب البرلمان خدمي؟ ناشي. يا جماعه رجاء، اللي مش شايف نفسه هيقدر يخدم ينسحب من الموضوع. الناس ما والله اقسم بالله، وانا حسب على اليمين بتاعي، الناس ما عادت بتطلع الانتخابات ولا تدلب اصواتها بسبب اللي شافوه من النواب. صحيح، ولازم يكون مدرك تماما ان مش هياخد حاجه معاه، وانه يسيب ذكرى كويسه الناس تترحم عليه فيها، لانه كده كده هو تاركها يعني، ما ياخدش كل حاجه على محمل اللي هي دنيويه. انا نفسي وانا في برنامجي ده واحد من النواب يخش لي مداخله ويقول لي يا فندم انا عملت لدايرتي كذا وكذا وكذا. نفسي، انا عايز واحد يتصل بيا ويقول لي انا عملت لدائرتي كذا وكذا. نفسي، للاسف والله الناس في معاناه. انت راجل المفروض ان انت داخل تخدم. صحيح، مش عشان انت صرفت شويه في الاعلانات بتروح عاوز تعوض اللي انت صرفته والناس تروح في يعني. ليه كده؟ صحيح، ليه استاذ عبد الرحمن؟ عشان بس وقت البرنامج قرب ينتهي، رسالتك الاخيره قبل ما نختم، حابب تقول ايه لأهل دايرتك؟ حابب تطالبهم بإيه؟ أنا بطالبهم بالوقوف بجانب الشباب ودعم الشباب، لأن إحنا منكم وإحنا ليكم وإحنا اللي هنحافظ عليكم وهنكون ليكم في كل وقت. مش هنسافر ولا هناخد شقق برا ولا هنبني بيننا وبينك صور. أنا جاي هنا عشان أقف معاكم، أن تغير علي أي شيء. أنا لي 4 سنين تمام، ما يعني لو ربنا حياني ما تعبرنيش، ان ربنا امتني. لا 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 انا مش لا 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 انا بقول لسيادتك يعني. لا 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 بص اقول لك على حاجه، ما هو كل واحد باخد 4 سنين ومع السلامه. ايوه، انا عاوزك تقول حاجه واحده، ان حضرتك لازم تبني أكيد مكتبك في قلب دايرتك. يا معالي الباشا هتكون بيتي، انا مش هتغير عليا شيء، انا بقول لسيادتك ممنوع خروج من الدايره. الله المستعان، ربنا اللي يعلم بالحاجه دي. انا بقولها لك، بص تمام. انت لا قريبي ولا انا اعرفك. صحيح، انت ضيفي. صحيح تمام. صحيح، لكن انا بطالبك باللي الناس كلها هتطالبك بيه. اكيد بامر الله، وده شيء وده شيء محسوب له تماما. اكيد ان شاء الله، ده اللي انا نفسي انك انت تقدمه يا احمد، بس يتح لي الفرصه واحنا نشوف الكلام ده هل هو كلام فقط لا غير، ام هو واقع هنعيشه وهيكون في مشاركه من جميع الفئات في كل ادوار الدوله. ده احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى، ثم من الساده قيادات الدوله والساده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرته الجميله للشباب وتاهيله ليهم، انه يستمع لينا. تمام، احنا عندنا الحمد لله قضاء نزيه في الفتره الاخيره ديت مع الساده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان شاء الله هيكون بدور على اكمل وجه وهيكون نزيه في الانتخابات. ولولا وجود الساده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم والله ما كنت خدت خطوه زي ديت، لان انا مدرك تماما بما يقوم به الساده الرئيس في تاهيل الشباب. عبد الرحمن كنت ضيف خفيف على قلبي. الله يخليك يا استاذ حماده، الله يحفظك. وانا الله يحفظك. انا الله يعني مستبشر بامثالك الله من الناس اللي زيك. الله المستعان، واتمنى من الناس اهل دايرتك يدعموك ويقفوا جنبك. انا متشكر جدا. مشاهدينا وصلنا لنهايه هذه الحلقه. في النهايه بشكر ضيفي الاستاذ عبد الرحمن سمير، المرشح او اللي ناوي يرشح نفسه ان شاء الله في الانتخابات البرلمانيه القادمه، بتمنى له التوفيق. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني أن أشكر حضراتكم، أشكر فريق الإعداد ومخرجنا الجميل، وأنا تقبلوا تحياتي الإعلامي حمادة بلتاجي، وإلى اللقاء. متشكر جدا.